تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. أوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي قام بالاطمئنان من العاملين على سير العمل في هذا المحور المهم الذي سيسهم في تغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا يا فندم لتعليمات سيادتك تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع الطريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري، مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركة فندم من مناطق مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة ومطار القاهرة، ولما يربط على عدلي منصور فندم بيسهل الحركة منه، بينقل الحركة منه المرورية، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطرية ومنه فندم الفريق العصار منه لرود الفرج، وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندرية الصحراوي. أنا عايز أقول للناس هنا إيه، أنا عايز أقولهم إن 19 كيلو دول اللي إحنا عملناهم إحنا بدراستنا محور الإسماعيلية ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركه اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك، مش كده؟ تمام يا فندم، احنا فتحنا الطريق ده وسط قاعده المشير حسين طنطا. تمام سيادتك، وده امر مهم قوي الناس تعرفه، ان ده ان احنا نغير في شكل القاهره وحركتها القاهره الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركة مختلفة لكل الخيارات. تمام يا فندم، مش كده؟ تمام يا فندم، هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. وعشان كده طب حجم الأراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها، ده يا فندم بيخدم التنمية المستقبلية فعلا المستقبلية، ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى في المنطقه دي هنجد اراضي، وانا معدي عليها دلوقتي وشفت الحجم الارضي اللي متاح دي. فانا عايز اقوله بالنهايه 19 كيلو لكن هيعملوا نقله كبيره جدا جدا في الحركه، لان انت جايب كمان مش بس من غرب ولا الشرق المحور، لا انت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغايه السويس، تقدر تناور زي ما انت عايز في العرضيات اللي موجوده دي زي محور سعد الشاذلي زي محور فريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه، انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج عين شمس ونزلك على الشروق ونزلك على الاوسط. تمام يا فندم، مش كده؟ والاوسط دي حضرتك زي ما انت عايز. تمام يا فندم، المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي اتفتح فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخل لها من خلال شبكه الطرق ده فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما اكد السيد الرئيس على اهميه الحفاظ على جوده التنفيذ ومراعاه البعد البيئي في انشاء مختلف الطرق بمحافظه القاهره طبقا للمواصفات العالمية،
فضلا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل. فندم استاذك فندم جميع المشاريع اللي مكلف بيها فندم بنحرص على تنفيذها بأعلى جودة ممكنة وفي أقل وقت فندم وبأقل التكاليف. وبناء على فندم في الجودة احنا بنستعين بالمكاتب الاستشارية لكل من جامعة عين شمس وحلوان والقاهرة. استاذك فندم احنا بنراقب على نفسنا استاذك ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا للمواصفات تمام فندم طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبة فندم لتقليل التكلفة فندم احنا هنا بدأنا بفكرة ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا سعنا بسبع وحدات اعادة تدوير مواد سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات وبنعيد استخدامها تاني كقيمة مضافة للمشروع. لا هي مش قيمة مضافة بس يا ربس انا عايز اقول لك انتوا النهاردة ده تلوث. انا لما كنت النهاردة عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل او برميها في اي حتة بلوث. فبدأ بقى بدل مرميها اجيب محطات تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله يبقى انا لوثت وخفضت من التكلفة 20% منها بتكلفة فندم بالظبط يا فندم مش كده تمام فندم التكلفة فندم والبعد البيئة فندم. طب بص يا راجل انا وانا معدي كده شفت حجم اراضي فاضت ادرسوا الموضوع وخلي هندسه ادرسوا تعرضوا عليا بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور تمام ان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايزين نستفيد من الارض. اوامر فندم كده اوامر فندم شاكرين اوامر فندم.